في ضربة استباقية أحبطت المخابرات الأردنية مخططا تخريبيا خططت له خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2017 لزعزعة الأمن الوطني الأردني، وأسفرت العمليات الاستباقية عن اعتقال 17 عنصرا متورطا وضبط كمية من الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية. هذا وجرى تحويل كافة عناصر الخلية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات معهم.